حبايب قلبنا، انا اولا كده بشكركم جدا 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 والله العظيم، عارفه اقول لكم ايه على الكومنتات الجميله بتاعتي في الفيديو بتاع امبارح واللايكات الحلوه بتاعتكم، ربنا يخليكم ليا، تسلموا لي، ويا رب الفيديو ده كمان يعجبكم، والله ان شاء الله في تغيرات هتعجبكم ان شاء الله. يلا حبايب قلبي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحابه اجمعين، صلى على النبي وصلاه على النبي. تحدي جديد يا رب. يعني بما ان التحدي بتاع امبارح عجبكم جدا جدا، ده الجزء الثاني منه. انا عايزه لايكات، جوالات بقى، وبصوا كومنتات. انا طلع عيني في راس الترابيزه دي، طلع عيني. والاكل بقى والله العظيم مش بهزر، انا برص، هو فعلا ربنا يكون في عونها اللي هي لما بتيجي تعمل اكل بتمسك نفسها وتنقر. انا وانا بقيت ارص الجلاش كده اخطف لي حته، الجنيحه اخطف حته، البتنجان ده حكايه. فنبدا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللي معانا النهارده لايك حلو، لايك جميل يا ولاد. اجنحه فريق، دي اجنحه، بصوا عامل ازاي، مش هتبين معاك ولا لا. بصوا وجلاش، والله والله مش بشكر عشان هي فريال اللي عاملاه. بصوا شكلها عامل ازاي، وبتنجان دايب بجد بجد، عامل زي الزبده كده، حاجه تحفه. انا عايزه لايك حلو ومعانا ملوخيه، لايك جميل. انا ما اقولكوش والله العظيم، في ناس بتعرف احنا طبخين ايه من ريحه الاكل. والله ياسين امبارح دخل ايه، ياسين دخل امبارح من المدرسه ورز، مش عاوزين نطول. عامله النهارده محشي يا ماما. يلا نبدا كده على طول كده بسرعه. بص حطيت بس لايك حلو، لايك جميل، ربنا يخليكم. شكرا جدا على كل حبايبنا اللي ظبطونا في الفيديو بتاع امبارح، ربنا يخليكم لينا. بنحاول ننوع اهوت، حسونا بقى المجهود اللي احنا بنعمله دوت ليه قيمه بجد. يلا نبدا الجوله، ومين اللي هيبدا؟ انا بادئه امبارح، ابدا انت. ماشي يا ست، ابدا انا اقول؟ بس يا ريت تختار اي حاجات حلوه كده. طب ماشي يا ست. بص استنى معلش قبل ما نبدا، في ناس قالت لي يا فريال ممكن تطوريها اللي هي تبقى ايه، ورق وتختار الاكل اللي هتاكلوه في الورق. احنا ان شاء الله المره الجايه عملناها برده كم مره، فدي امبارح لقيناها مردودها كويس معاكم، فقلنا نعملها بطريقه ثانيه برده. لا وهنعملها برده اللي انتوا قلتوا زيها بالظبط كده، بس هنعملها زي ما انتوا. يلا نص طبق ملوخيه. ايوه. لا مفيش انصاص. امال كله؟ هو طبق كبير او طبق صغير؟ طب ماشي خلاص، طبق صغير وكليه. وايه؟ كليه. ان يميله يخلص الاول، عاوزه تاكلي برز براحتك، انا هاكل بعيش. هتاكل انت بعيش؟ طب بصوا يا جماعه، هو ياكل بعيش، انا هاكل برز. معلش معلش احنا بنتكلم. رغيفين عيش؟ اللي هيخلص الاول. لا انت تاكل المعلقه؟ ما انا اكل بايدي ولا بالرز. يلا ناكل بالرز. يلا ابدا، 1 2 3 بسم الله. بسم الله. انا بدات من الغش ما تبردش. الناس ظلموني وبتقولي بتكسبي ظلم يا فريال. انا باكل القطه كلها مش ودني. على ان نعمل رز اتقل من العيش. انا قلت خيارك. يا بنت الايه؟ بما اني خسرت بقى اخد حته بتنجانيه عشان اني فيه. ده كنت قلنا خد حته بتنجانيه معاها، كنا نسينا نقول البتنجان يا احمد مع الجوله. انا كسبت الجوله. لا حته بتنجان. بس يا جماعه معلش بقى، بس هو لازم ايه الطبق المخيط ده يتاكل. هكمل اكل، هكمل الاكل بتاعك. العين بقى ايه؟ هنا اهو. يلا. بتنجان مع الملوخيه حكايه والله. بتنجان بص والله العظيم يتاكل كده اهو. تحفه. لا يا احمد. يا باشا. استنى بما اني خسران بقى احنا نقعد نستناك بما تاكل. لا هاتوا هنا بقى، هاتوا هنا، ما تكركبش الترابيزه. قرن فلفل بالمره، خساره بخساره. اختاري. بص يا عم انا هختار. اشرب بس. كل واحد جناحين وحته جلاش.
وحته باذنجانات، ايه رايك؟ اهو الجناحين اهم، اختار انت بقى الجناح اللي انت عايزه. انا عاوز بس المتحمر، عايزها محمر خدها، عايزها انا بحبها ايه يعني مش محمر. لا ده مش متحمر قوي، كان في واحد متحمر قوي هتقول انا وانا بحطه كان عاجبني. ماشي خلاص خد من على الوش. عاوز ايه وكم جلاشه؟ وواحده جلاشه. واحده جلاشه ايه؟ حته باذنجانات. حته باذنجانات ناخد واحده فيها تتبيل اهو، وممكن قرن فلفل كمان براحتك بقى. ماشي انا هاكل بيت القرن ده. ماشي يلا نعد 1 2 7. امتى تبقى تعرف؟ الله يا بيت يا فريالة يا بيت. انا مش عايز اشكر عشان لسه قلت لك بشكر في اكلهم وخلاص. تسلم ايدي. حته جلاشه سبعه. الله الباذنجان ده اتاكل كده. استنى بس اشوف العظمايه. انا مالي يا بابا طلع العظمايه، طلعش العظمايه. ده كلام انا مش جعبه بيه. ما ينفعش تكسبيني في الجناح ان شاء الله. بس ما تهمش يا احمد. اهو الجلد دي بتاعتي اهو. بص على دي دي انا جبله هو جبله كده واحد واحد. فرصة العب. ما انا مش طبقي في الاول صح. ايه بتحصلني؟ نص طبق رز تاني. طب شوف انت عاوزه ايه. انا اخد نص طبق رز وثلاث باذنجانات. احمد ده جناحين هنا وانت ورقصنا. اهو نص طبق رز اهو. انا بالنسبه لي اكل طبق مش مشكله. نص طبق رز وايه تاني؟ نص طبق رز اهو وثلاث حتت باذنجان. ثلاث باذنجانات. ايه ثلاث باذنجانات ليه؟ هو فطيره. نهار اسوح. لا توجع معدتنا كده يا احمد. بصوا يا جماعه انا استغريت نص طبق رز وبتنجانتين وقرن فلفل كبير وجلاشه، فاضل تاني ما اكلناهوش وجناح واحد. يلا عشان ما يبقاش جناحين. نص الطبق ولا نص الطبق؟ اهو جناح واحد اهو. جناح واحد كده استقريت. ده ايه الحاجه الثانيه قوي احنا قبلها بنقطع. كنت اعملهم اتنين والله. ايه ده مفيش ملوخيه؟ لا مفيش ملوخيه. اقصى عليك مش عارف اكل رز. يلا واحد اتنين تلاته. لا يا بابا ايه اللي واحد اتنين تلاته؟ حلوه قوي دي. انا لسه ما حطيتش. استنى اهو استنى اما انقي البتنجان. والله كبيره هي البتنجانيه. فين قرن الفلفل؟ انت ما قلتش قرن فلفل. قلت. انت قلت؟ اه والله. والله؟ ادعي عليك وانت في كل الاكل. استنى استنى اما اخد حته جلاش. وايه تاني؟ طب اديني بيبس انا جنبك. وتاني هعمل ايه تاني؟ وكوبايه البيبس. يلا والله العظيم اهو. لا انت عايز انت تكسب الجوله دي، انت عايز تكسبها. انا هكسب ايه اهو زي زيك. وجنح؟ اه. ماشي ادي جنح اهو. ماشي. ايه تاني قول؟ وفين قرن الفلفل؟ وادي قرن الفلفل اهو. فين البيبس؟ لا ده كبير قوي ده. حلو ده. وادي البيبس اهو. ماشي يلا نبدا. ادي عليك بايه؟ احنا دي تاني جوله ما شاء الله بقالي ساعه. طب دي تانية والتالتة؟ ده التانية ليا ونزل لسه تختار بعديها. انا كده واحد واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد ده الثاني دي جاي اثنين حق. ده انت مين؟ حكاية البتنجان.
دي اختارت بتنجانتين، انا كان ممكن مختار ثلاث بتنجانين. ابقي مسلوخ خلي بتنجانتين والله العظيم. انت لحقت؟ اسيب ولا انا ما فطرتش؟ ده شعر الفيلم. ايه ده؟ مش قرن فلفل ده، انت قرن فلفل. وعامله حته الجلاش قد كده. جميل اقسم بالله، جميل جميل. مش عارف باين معاك بس القطعه دي نص رغيف. الفلفل ده انا الفلفل ده انا حرام عليه. انا اخدته كله وحطيت بيه بقى. ما ايه انت ولع النهارده؟ انا بقول لك ده انت كسبانه امبارح. خلاص ده فين الجلاش اهو خلص. وقرن الفلفل الملعون ده. ايه ده حاجه ساقعه؟ ايه ده والله؟ يا معان بتاع؟ خليها نصها وانا بقى اقول النص التاني في الدور بتاعي. مش قادرة الزغوطة هتبهدلني. الله اكبر، ده انا وهادي بقى. ان عايزه اقول لكم حاجه، اللي اقسم بالله العلي العظيم احنا بنبقى مش متفقين اقسم بالله، ولا مين اللي هيكسب النهارده ولا تكسب مين. والله والله الحاجه اللي احنا بنقولها، الحاجه اللي بنقولها دي بنقولها كده والله العظيم. والله حتى العقاب ربنا واحنا قاعدين اقسم بالله. والناس اللي قالت لي في الجوله الثالثه عند احمد هو كان بيتاخر نفسه عشان تكسبي، والله العظيم ابدا. احمد اصلا هو كان مصدوم من شكل البتنجان اللي نقته له، بس اقسم بالله ما كان متفقين على حاجه. بتخلي الواحد ما ياكلش. جربوا كده، هاتوا مثلا ايه، اعملوا مثلا كيلو بتنجان صغير واعملوا مثلا كيلو بتنجان كبير، مش هتقدروا تاكلوا النص. البتنجانه الكبيره بتحسسك بالشبع. قلتلكم لا بتقولكم زهره كده على طول، زلط على طول كده. بس والله العظيم متفقين يا جماعه على اي حاجه اقسم بالله. خدي حط العظم ده. خدتي ده كله لوحدك؟ اه جنبها سطر عظم مش عارف مش باين. بصوا سطر كده. اختار يا حاجه اختار. اختار ايه؟ اختار انت الدور عليك. والله؟ بصي بقى بس ما تزوديش قوي بقى، خليها حاجه خفيفه قوي كده. طب ماشي يلا حته جلاشه بسرعه. هدي الجلاشه اهي. حته الجلاشه ايه ده؟ ايه يا جدعان؟ انا عندي كله بايه بالطول كده. بصوا الجلاشه تمسكيها تمسكوها كده عامله زي المكرونه بشاميل حاجه كده ملزلزه. خليتها النهارده ملزلزه. يلا ابدا. حته جلاشه وابتدى وجناح وجناح نشيل اهو. انا خدت جناح اللي في وشه. لا خدني على الحرف كده، خد مقرمش اهو حاجات اهي حلوه. لا انا دي مقرمشه من فوق ومن تحت، انا عاوز دي. ماشي خد. واللي هناك دي مقرمشه ورتك. لا انا اخد المقرمشه دي. خد اي حاجه بقى يلا. بص وايه تاني؟ بس كده مش هاكل باذنجان تاني، ده حرق لي بقي ومعدتي. يلا ها استنى بس كده. ايه في تاني؟ ما انا بقول خليك حاجه خلاص حفيف. ماشي يلا استنى. انت اكلت حاجه؟ والله ما اكلت ده بتاع قطعتها وكلت العضمات. طب قطعتها بس انا مقطعها انت كمان. يلا نبدا ولا ايه الدنيا؟ مش هتاكل الجلاش الاول؟ بسم الله. يا ليلى يا جلاشي يا فريالة يا ليلى. أنا هسمع كلامي عشان تقولي ما تتكلميش عشان تكسبي. كلام على الأكل سنة. سنة؟ أنت دلوقتي كسبت كام جولة؟
هو كده 2-1 2-1 فعلا 2-2 تشجيع. انا هاخد قرن الفلفل ده. استنى. بلاش كبيرة. ده بيكسبني ده كده. انا كسبت 3-1. انت حتى بص والله العظيم على حتت هايفه والله. يا اخي والله العظيم يا رب. حط المنديل بقى. انت كده كسبت. انا كسبت اكتساح 3-1. انت لسه ليك الجوله بس حتى لو كسبتيها يبقى كام؟ يبقى 3-2. لا خلاص ينهي بقى العقوب. بس انه شوفك صواب يعني خلي العقاب حنين شوي. لكن ما خليك تكمل قرن الفلفل راح فين؟ ده جبار ده خلاني اعمل زغطه لحد ما كنت هموت. ما تقلقش هجهز لك بالميه. نوع على ايه نصه؟ نصه؟ اوعى تتجنن. دي ميه اقسم بالله من الثلاجه هتتجنن. دي ازازه كنت جايبها معدنيه وكانت في العربيه جبتها وما شربتش منها فطلعتها وحطيتها قلت لهم سيبوها تسع فبلت ثلاث ايام في الثلاجه. وبعدين يعني بعد الكلام الحلو ده ايه اللي هيحصل؟ كل قرن الفلفل. لا ما اقدرش اكل قرن الفلفل. لا ده انا امبارح ما عملتش ولا ايه؟ اقسم بالله ده قرن فلفل احمر على اخضر كده حاجه كده اخضر على احمر. بصوا هنلم الدنيا ديت واستنونا انتظروا العقاب الجامد اللي هيتعمل فيها دلوقتي. اخد حقي بتاع امبارح. يلا ثانيه واحده بقى نلم الليله دي. بصوا انا التحدي بتاع التحدي ايه؟ العقاب بتاعي بسيط عشان انا طيب وغلبان قوي. بصوا بص طبق قد ايه؟ في حته فلفل بس قد ايه؟ هي حته فلفل اهي اهي اهي. طب احلف كده ان انت مش هتعمل غير ده بس. مش هحلف. وبعدين هاخد نصه ولا اخده كله؟ لا ده والله العظيم ولا اقسم بالله انا اكلته وجات لي زغطه بنت لذينه. امبارح انت خليتني بعمل عقاب بس جاي حاطه البيبسي على دماغي على فكره. 2-1 دلوقتي جاي اعمل حاجه ثانيه. بس ده حراق قوي يا احمد. هي ما كملتوش في الاكل كملته في الاكل في وسط الاكل وكانت هتتعمل فيها. طب شم كده. مش عاوز اشم يا ست انا كسبت اشم ليه؟ انا خايفه منه اقسم بالله. الواحد عمال يشرب. لا لهوي لا لهوي انت فريال. طب يلا. ايه ده ايه ده؟ ايه؟ بحاله كده. بحاله ده انا عايز اكل معاه مناديل اقسم بالله. لا بلعي كده. لا بلعي بس عملت حاجه. لا وحياة امي. طب خلاص. مايا لا مايا لا يا احمد. خلاص ماشي. انا قلت لك انا خايفه منك انا هقوم على فكره. ماشي. تاخد مناديل؟ تاخد ولا لا؟ وداني وداني. طب خلاص يلا خلاص. خدي بس بيت الميه دي. خدي. وداني دخلت نص وداني. انا عملت فيها العقاب دوت عشان امبارح خلتني وانا في الحمام خرطوم الميه وعمال ترش ميه عليا، بقول لها بس قالت لي انت مش بتحب الميه الساقعه؟ اوريها بقى الميه الساقعه في الشتاء بتعمل ايه؟ انت دهولت الصالون. دهولت الصالون ولا اقسم بالله. طب ادل 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 التاخ. دهول الصالون ميه والله العظيم.
بس الفلفل. اوه انا حاسه خلاص خدي خدي مش طبيعيه والله حبعت اقسم بالله الميه الساقعه بجد انت جننتي ولا ايه؟ يا تعرف تبقى بقها والله العظيم كان في اني فيديو بتاع ايه والله العظيم دماغي كانت بتعمل كده والله دماغي اكنها منمله. يلا يا رب يكون الفيديو عجبكم. يلا بقى شجعونا عشان نخرجكم الفيديوهات دي على طول. لايك وكومنت جميل كده وقولوا رايكم بقى في التجديد اللي احنا عملناه ده فارق ولا مش فارق. يلا استنوا فيديو جديد. يلا السلام عليكم.